كل واحد بيتاجر مع ربنا لازم يكون عنده يقين ان ربنا عز وجل بيسخر الناس للناس. وان شاء الله هرجع احسن من الاول، واللي قدر يصبرني على الأذية قادر يخليني انجح واكبر اكتر واكتر من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعي قناتي، قناة ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم، منورينا في حلقتنا النهاردة. الحقيقة احنا الحلقة اللي فاتت كنا في زيارة لدار رائعة جدا، دار زهرة مصر لرعاية الكبار بلا مأوى تحت رعاية الدكتورة سمر نديم. طبعا زيارتنا للدار في اليوم ده كانت ليها مناسبة خاصة جدا، والحقيقة كان يوم رائع جدا، اليوم كله قضيناه مع الدكتورة سمر ومع كل نزلاء الدار. اليوم ده كان فيه احتفالية جميلة، احتفالية سبوعة بنت فيفي احدى نزيلات الدار، اللي الدكتورة سمر قدرت ان هي تساعدها وان هي تاخدها بالفعل، لان طبعا فيفي كانت حامل، والدكتورة سمر تلقت طبعا استغاثة ان هي موجودة في الشارع، فعلى طول على الفور توجهت ليها وعرفت قصتها وعرفت ان هي طبعا جوزها كان بيضربها، وطبعا للأسف كانت متواجدة في الشارع وملهاش اي حد، فاخدتها عندها في الدار وعرضتها طبعا على دكاترة، وكان عندها انيميا وتلقت الرعاية الطبية الحمد لله الكاملة لغاية ما ربنا قومها بالسلامة وولدت. مش بس كده، الدكتورة سمر طبعا طلعت لها شهادة ميلاد لتيا، وطبعا قسمت الجواز لفيفي وعملت لها كل الأوراق الخاصة بيها، وهي طبعا مقيمة عندها دلوقتي في الدار هي وبنتها. اليوم اللي زرنا فيه الدار دوا كان يوم احتفال بسبوع تيا، وكان يوم جميل جدا طبعا، جه ناس كتير في اليوم دوا، ويوم كان رائع، وكل النزلة كمان في الدار احتفلوا بسبوع تيا. عملنا لقاء طبعا مع دكتورة سمر وتعرفنا بيها اكتر، وعرفنا طبعا قصة انشاء الدار، لكن انا النهاردة حبيت ان انا اسلط الضوء اكتر على الدكتورة سمر، عايزين نتكلم شوية عنها ونتعرف بيها، وهيكون النهاردة كمان لينا لقاء مع احدى نزيلات الدار، ماما اعتماد او الست اعتماد، ست جميلة جدا، هنتعرف على قصتها من خلال حلقتنا النهاردة، وهيكون لينا لقاء معاها. لكن طبعا في البداية هنتفرج على الدار كده من برة، وهنعرضه زي ما انتوا شايفين دلوقتي معايا. دي الدار، وطبعا احنا صورنا الدار من تحت. الدار عبارة عن فيلا في مدينة بدر، طبعا احنا ما قدرناش ان احنا ندخل الغرف بتاعة النزلاء هناك، علشان كل النزلاء اللي كانوا في الدار كانوا متواجدين في الاحتفالية بتاع سبوعتية، فطبعا ما ينفعش ان احنا نقتحم خصوصياتهم وندخل اوضهم وهم مش متواجدين فيها. لكن طبعا الغرف كمان اجمل واجمل من الصالة الجميلة او الريسبشن اللي انتوا شايفينه معايا دوا. الحقيقة الدار معمولة وتم انشاءها على احدث مستوى. لو اتكلمنا عن الدكتورة سمر نديم هنبدأ كلامنا عنها، وهنقول ان هي بنت مصرية بسيطة جدا، بنت مصرية محبة للخير، لها اخ واحد والدتها ربتها على حب الخير. قالت للدكتورة سمر في تصريحها معانا في اللقاء ان والدتها كانت سبب في حبها الخير، قالت لما كان بيكون في اي مناسبة كانت والدتي بتروح طبعا المناسبة دي انا واخويا وهي، وكل واحد مننا بياخد هدية لصاحب المناسبة، يعني عودتنا على حب الخير من واحنا صغيرين، علشان كده دي رسالة مهمة جدا جدا لكل الاباء والامهات، ربوا ولادكم على حب الخير. كملت كلامها معانا واتكلمت طبعا عن انشاء الدار. الدكتورة سمر الحقيقة معاها شهادة متوسطة، ولكن بنت طيبة وبنت بسيطة جدا، الصدفة هي اللي حطتها على أول طريق الخير، وطبعا مش الصدفة بس، وحبها كمان لفعل الخير، يعني الظروف اتهيأت ليها علشان تمشي في الاتجاه والطريق دوا، ربنا كان عاوز كده. سمر خريجة مدرسة حكومية عادية جدا من منطقة عين شمس، ولكن كانت مختلفة جدا عن زميلاتها في المدرسة، كانت محبة للخير، كل فلوس معاها أو أي فلوس مال أي شيء معاها بتفضل بيه غيرها على نفسها، يعني لو حد محتاج كانت بتفضل إن هي تديله الفلوس اللي معاها، كانت غير البنات في سنها في الوقت دوا. الصدفة وضعت سمر في بداية طريق الخير. الحقيقة كانت إحدى جيران سمر كانت محتاجة لدعم، وده بسبب ان السقف عندها وقع، وكان في مشاكل طبعا في شقتها، وكانت حالتهم المادية صعبة شوية، ففكرت سمر ازاي تساعدها، وبدأت ان هي تجمع ليها الفلوس اللي محتاجاها وبدأت تدعمها، ولغاية طبعا ما صلحت لها الشقة ومساعدة الناس قدرت ان هي يعني ترجع بيتها زي ما كانوا احسن. فمن هنا بقى بدأت سمر تفكر ازاي ان هي تساعد الناس.
فانشات مؤسسه الحقيقه في عين شمس يمكن بقالها 5 سنين او اكتر، وبدات تقدم المساعدات والدعم الكامل لكل الناس اللي حواليها. خرجت بقوافل لكل المحافظات، بدات تدعم الناس ماديا ومعنويا، بدات تقدم لهم البطاطين، الاكل المحتاجين والادويه، وبدات توفر كل شيء محتاجاه اي اسره. الحقيقه ظلت في عملها الخيري اكتر من 5 سنين. وفي يوم من الايام كانت ماشيه في الشارع وقابلت عم اسلام، عم اسلام اللي غير مسار سمر بالمره. عم اسلام كان قاعد في الشارع طبعا بلا مأوى، شافته سمر فنزلت من عربيتها فورا وصعب عليها وبدات تعمل استغاثه وبدات ان هي تعيط في الشارع وتبكي نتيجه ان هي طبعا حالته صعبت عليها جدا. والحمد لله طبعا كان في استجابه لسمر وتم ايداع عم اسلام في احدى دور الرعايه للكبار بلا مأوى. ومن هنا بقى تدخل الفريق، فريق التدخل السريع لوزارة التضامن، بعتوا لسمر وطلبوا منها ان هي بالفعل تنشئ دار لرعاية الكبار بلا مأوى. سمر اخدت فيلا جميلة في مدينة بدر في الحي المتميز، وهننزل طبعا عنوانه دلوقتي علشان اللي يحب يشارك في الخير يروح على طول فورا او يتصل بيهم علشان يكون ايد من الايادي اللي بتساعد الدكتورة سمر وتساعد الكبار المحتاجين فعلا المساعدة. ومن هنا بقى تم انشاء الدار دي للسيدات، ولكن طبعا لا تتوانى الدكتورة سمر في مساعدة اي حد سواء كان راجل او غيره، بتحاول طبعا توصله للمكان المفروض ان هو يقوم فيه اذا ما كانش عنده اي مكان للإقامة. فعلا ما كنتش هتخيل بصراحة، يعني انا ولا كان في دماغي انقاذ حد في الشارع، ولا الصدفة ان انا ماشية بطريقي في العربية فلقيت بطل شديد جدا راجل في الشارع، يا جماعة ماشي ببطانية مش قادر يمشي. انا عايز اقول لك اصلا انا لسه بقول لجوزي اقف بالعربية، هو كان ماشي بسرعة، قلت له اقف بسرعة، طبعا هيرجع بظهره زي الشارع رايح، بس هو وقف بالعربية. انا نزلت جريت كل الحتة دي عشان اجري للراجل الطيب ده. الفيديو بالفعل موجود على اليوتيوب ممكن تشوفوه، ما شاء الله بتتكلم من قلبها وفعلا كانت بتبكي مش عارفة تعمل ايه. طب هو فين دلوقتي؟ هو دلوقتي في احد دور الرعاية، واي حد بعديها بقى ابتدى المشوار معايا ان انا لقيت حالات كتير بلا مأوى، والناس لما شافوني انقذت عم اسلام ابتدوا يبعتوا لي استغاثات لا حصر لها. وبدأت طبعا من هنا مشوارها في عمل الخير، قابلت مشاكل كتيرة جدا مش عايزين نتكلم عنها النهاردة، لان النهاردة الفيديو هيحمل طاقة ايجابية فمش هنتكلم على اي طاقة سلبية او اي مشاكل وقفت قدام الدكتورة سمر. واحنا عارفين طبعا ان اي مشروع كبير لازم بيبدأ طبعا صغير وبيقابل مشاكل كبيرة جدا لغاية ما يوصل لبر الامان. عدد النازلات في الدار دلوقتي حوالي 10 حالات. سافرت الدكتورة سمر في الدار حوالي 11 حالة. مش بس كده، حاولت كمان بعض الحالات ان هي تتواصل مع اهلهم، وكمان تحاول ان هي ترجع النازلات لاهلهم، او زي ما بتقولوا يعني او زي ما بنقول ان هي بتحاول تصلح ما بين الاهل وما بين طبعا الانسان اللي هي لقيته او الانسان اللي هي بلا مأوى، وبتحاول طبعا ان الامور ترجع في نصابها الصحيح. ولكن اذا طبعا ما عندهمش مكان يقيموا فيه او في مشاكل مع اهلهم، هي ما عندهاش مانع ابدا ان هي تستضيف السيدات دول في الدار عندها. ومنهم طبعا حالة هدى والتي ما زالت مقيمة الى الان مع الدكتورة سمر، واستقبلت حالات كتير منها طبعا الدكتورة نسرين، وطبعا كلكم سمعتم عنها، وكل طبعا حالة من دي محتاج لها حلقة مخصوصة علشان نتكلم عنها. ولكن النهاردة هيكون معانا في لقائنا طبعا الست اعتماد او ماما اعتماد اللي قابلناها يوم سبوعتية في الدار. الدكتورة سمر تفني زهرة شبابها في حبها وفعل الخير، متزوجة من محمد، عندها اولاد 3، عندها اولاد عددهم 3 ولكن مقدرين عمل امهم في الخير، ربنا يخليهم ليها. وعايزة اقول لكم ان ربنا بيساعد وبيخلي طبعا الامور تمشي افضل، وطبعا اولادها ما شاء الله شاطرين في المدارس على حسب طبعا تصريحاتها، ومقدرين جدا انشغال والدتهم عنها، ومقدرين جدا انشغال والدتهم عنهم. طبعا شايفين والدتهم بتقدم عمل خيري ومثال طبعا جميل ليهم، علشان كده كمان بيتمنوا ان هم يكونوا ناجحين زيها. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف لقائنا مع الست اعتماد، ولكن قبل ما نخرج ونشوف تعالوا اقول لكم حاجه، خلوا بالكم من الكبار، لان بالفعل مرحله الشيخوخه ما هي الا نهايه مرحله الشباب وبدايه مرحله جديده بيحتاج فيها المسن لكل الايد اللي بتساعده، محتاج فيها للحب وللحنان ولتقديم الرعايه الكافيه. تعالوا مع بعض نشوف الست اعتماد.
الحقيقه دلوقتي معانا نزيله من نزيلات الدار، عايزين نتعرف بيها. اسمك ايه؟ اعتماد عبد الله. اعتماد. معانا نزيله هنا اعتماد، ما شاء الله عليها، بتشكر جدا في الدكتوره سمر. تحبي تقولي ايه عن الدكتوره سمر؟ احب اقول ان هي اطيب قلب واكبر قلب، حنينه وكويسه. انا ولادي الثلاثه اختلوا عني، ثلاثه بنات، ثلاثه اختلوا عني. أوه. بعد ما كبروا وشقيت عليهم شويه واهلي شقيوا عليهم شويه وكده، قالوا احنا كبروا يعني واتجوزوا وخلفوا. عرفتي دكتوره سمر ازاي؟ انا عرفت الدكتوره سمر وانا قاعده في الشارع بعيط. لا يعني شاب كده، اللي انت بتعيطي ليه؟ ما تعيطيش، هو انت ست كبيره وعايزه صحتك تبقى كويسه عشان تقدري تروحي لغايه الحمام، تمشي في قلب البيت كده طبعا. فقلت له ايوه، بس ولادي طب فيكي ايه؟ قلت له انا ربيت ولادي وجوزتهم، كانوا اهلي يعني كويسين يعني، وانا غنان ولا فقر قوي. كانوا وصلك الدكتوره سمر بقى؟ وصلني للدكتور. بالك قد ايه قاعده هنا يا جمال؟ انا بقالي حوالي عن شهر. انا جديده لسه جديده، لكن مبسوطه مع الدكتوره سمر وهنا في الدار. انا لما جيت ما كنتش اتصور، اللهم صل على النبي، المكان ولا الحاجه اللي مكان جميل، فيلا في مدينه بدر ما شاء الله عليها. ايوه مش كده؟ ما كنتش متصوره ابدا، ولا اعرف ان انا هاجي في المكان ده وهستريح وهيستعنوا بيا، وهي قلبها كبير قوي. ما شاء الله وطيبة عليها. ما شاء الله عليها فعلا. من ساعة ما جيت وهي تقول لي انت، عمري ما اسيبك ليه؟ شايلة نفسي، بتخرجي معانا، بتروح الحمام، بتستحمل لوحدها ما شاء الله. وهم كل ما بنت الوسطانية تكلمني يتحكموا فيا ويقولوا لي كلام يزعلني. انت عارفة طريق نفسك هتروحي فين؟ ربنا بيقطع من حتة وبيقطع من حتة. دكتورة سمر ما شاء الله عليها، بتدي الحب والحنان لكل النزلاء هنا ومنهم اعتماد. بتتمني ايه يا اعتماد؟ نفسك ايه؟ ما نفسيش في اي حاجه من بعد ما حصل كده، من بعد ما جت هنا. اعتماد حاسه بالحب والحنان والرعايه اللي ما كانتش لاقياهم من بناتها، وبتشكر جدا في حنان الدكتوره سمر، وهي حابه تسجل معانا النهارده علشان توثق اللحظات الجميله دي واحساسها بالحب والامان اللي حسيته هنا، مش كده يا اعتماد؟ ايوه ما شاء الله. هم كمان ما سالوش عني في اي حته، الدكتوره سمر بتقول لي ما هم بيشوفوكي. بيشوفوكي على التلفزيون. فعلا. ولا هتهزوا ولا قوم ولا سالوا فعلا عنك ولا اي حاجه. ربنا عوضك خير بالدكتور. لا الحمد لله. وبنزولك في الدار هنا. ايوه. علشان كده بقول للناس اللي اولادهم مش بيدوهم الحب او الحنان او حاسين بجحود من ناحيتهم، ان ربنا بيعوض خير وبيرزق بالناس اللي يمكن تكون احسن من اولادنا وبيحسوا بينا اكتر واكتر زي الدكتوره سعيد. ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه. انسانه في حياتي ما شفت واحدة زيها. فعلا ان راحت وجت بالليل تيجي، ايه عملتي ايه؟ نفسك في حاجة اجيب لك حاجة، وكون جايبة الفاكهة، وكون جايبة جنب كل شيء في الدنيا. ما شاء الله. والله بتقعد كده وتضحك فينا اكنها من اهالينا. سبحان الله. وماش هي من اهالينا ولا طلعت من اهالينا، بس احسن من اهالينا. ما شاء الله عليها. يعني عشان كده فعلا ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها. هي نفسها تقدم الكثير ولسه عندها احلام كبيره، علشان كده بنحاول ان شاء الله، وكل حد بيسمعنا دلوقتي يحاول يكون ايد تساعد الدكتوره الجميله دكتوره سمر نديم، دكتوره الانسانيه. اطيب قلب واحسن قلب فعلا. حبيبتي شكرا يا اعتماد ليكي، وان شاء الله تعيشي هنا مبسوطه، ودايما نستضيفك ونشوفك دايما ونطمن عليكي ان شاء الله. حبيبتي سلام. مع السلامه. We're gonna make it.